ya tan bonito, la de los hijos son mis queridos. Yo creo que se le va a dar دونك حنا اليوم موجودين في مارشي لافايت في ريستورون سمير، معنا الشيف سمير فيتو اختصاص كسكروتون صحن تونسي وصحن وكسكروت التفتيش، هي الأكلة بطبيعة الحال زمنية تونسية. تونس معروفة بالأكلات الخفيفة من نوع كسكروت التن وأصحن التن التن كسكروت الكرتيش، هذه الأكلات الخفيفة. أنا البيتزا والمقلوب راح تعرفوا من بعد دخيلة علينا. دونك معنا الشيف سمير، باش حكينا شوية على مانتو برينسيب من وقتاش بدا المهنة هذه كشيف. أنا مزيد من الشيف شيف في حانوت شيف في المطعم تاعي. الحمد لله الحمد لله. انا بعد والدي الله يرحمه انا خليتها على والدي. هذه كانت تاع الوالد. هي التو والحمد لله من 91 1990 معناها تو هو سلم لي مقاليد الحكم والحمد لله، وان شاء الله نهنيه في قبره ان شاء الله ان شاء الله. والخدمه هذه راهي اللي راهو فيها برشا ناس سهله، لان هي من اصعب المهن خاطر راهو مش مرضات الحريف في الكميه، راهو مرضات الحليف شنو اللي تحط له في النوعيه هذا اللي ترى فيه الكل. هل الحريف راهش كيفاش تحضر؟ لا ابدا، ولكن والحمد لله، ولكن ترى محل واقف فيه عارف مولاه ديما نقولوا راهو هذيا راهو برشا يمكن يتخشوا منها. الخدام ديما يكون ثاني خاطر يلزم انا نتبعوا واقف على ماله الواحد الانسان. بحول الله بحول الله المشروع يكون يمشي بحول الله. تقول المواد هذه تحضرها في الدار؟ هنا تحضرها سلطه مشويه. سلطه مشويه هذه هي سلطه خضراء، هذه هي بطاطا مصموطه. مصموطه شنو اللي معاها؟ هذاك كلافس. كلافس هذاك راهو توا هنايا معاش تولي بطاطا. اي هذه تولي سلطه بطاطا. سلطه بطاطا والكلافس تعطي نكهه من البنات اللي وقت اللي جديده. لا ماهيش جديده عنا احنا. ايه. مش عنا احنا جديده. ايه. خاطر الحمد لله من اللي قلت لك والدي السيستم هو بيدي. تو فما ناس موجودين وربي يطول في اعمارهم انهم معناتها بابا سربيه ومازالوا تو المطعم نتاع اللي كلاوه من عند بابا والحمد لله مازال، خاطر انا الفاح الطريقه الكيفيه نتاع العمل هي بيدي. هو بيدي متغيرش. هو بيدي. دونك ما تستغربوش اليوم تشوف حاجه جديده مع شيف سمير، هو انه سلطه البطاطا فيها نكهه جديده اللي ربما ما شفتوهاش قبل في الريسو اللي شفناهم، هي الكلافس. والكلافس هي اللي تعطي النكهه بالنسبه للكسكروت والصحن التونسي نتاع مطعم سمير في مارشي لافايت تونس العاصمه. بعدها نتعدوا هذيك معناتها خلوا نعناع. خلوا نعناع مع شويه حشاكل الملح كما نقولوا احنا. احنا ديما نحطوا كميه معينه، نقراو حساب اللي ما ياكلش الملح ونقراو حساب هذوما من الحاجات اللي احنا نتاعنا. حاجه اثنين ثلاثه والاهلي العربي هذوما متخصص صعيدية. هذه معناتها التون نشريو فيه وهذوما معروف انه ناخذوا فيهم هذه مصبرات. مصبرات هذول الكيانات اللي باش نسبب اون برانسيب باش نتعدى بحذاهم. معنا الاخ يوسف. سي يوسف. يوسف مجدوب. سي يوسف مجدوب دي معك. خليل بومهل. خليل مجدوب. زوز خوات. جينا ناكلوا في الكسكروت. من بومهل بساتين. جيتوا باش تاخذوا كسكروت تن مع عند سي مع عند الشيف سمير. عليه. ما تلقاش خوه. جيت قبل معناها. جيت قبل. جيت قبل. وشنو الحاجة اللي مختلفة؟ شنو الخير؟ على عليه جبدك على جبدك بنا سيرفيس فري شنو الفري كان يساعدنا بالله يا اخي لا هي هذيك هي ولا مين طب قداش كسكروت خذيتو
3000 دونك هذيك هي الاسماء. بصح التونسي صحن بقداش سي سمير؟ 4200 دونك كيف ما تشوفوا الطن 3000 كيف تجي 2600 4200 صحن التونسي 3600 كيف تجي. دونك الاسوام هي بدايه لقينا حتى اللي ب 5000 الله يرحمهم لقينا حتى اللي ب 5000 تمام دونك وانت اش عندك ما تقول؟ والله منتوج معناها صرع باهي وكل حلو بنين. علاش علاش تخص كسكوت مقلوب ولا باغيت فارسي؟ علاش خيرت الكسكوت تاعنا؟ ليه ليه؟ نعرفش طابونا حاسه خير بالجوليه احسن. دونك نرجعوا بحذا الشيف سمير يعطيكم الصحه. الشيف حاليا يحضر لنا في الصحن التونسي. صحن التونسي معناها السلطة مشوية، هريسة، هريسة عربي، بطاطس، سلطة خضراء، مالح، والموال نتاعو، كعبة العظم، كعبة العظم، المرو، كيفاش؟ ما تنجموهاش أنتم، ها؟ ما تنجموهاش. بالحق برشا اللي يسالوني مثلا انت احنا تو تعرف شنو كيفاش تحضر انت؟ بالخبره احنا بالخبره اي والكميه قد ما تكبر الكميه قد ما تجي خي ما عندهاش طريقه معينه ما عندهاش حتى طريقه برشا لا ما نجموش يحبوا يعرفوا كعبه المروب تجيبها مروبه هكا كيف ما يشوفوها شايف في الريستورون صعيبه شوي صعيبه شوي هاو علاش هو خاطر فما طريقه اللي هما يحضروا بها اي غالطة غالطة هو شي يحطه ويحط لك الكعبة العظم في معون معناتها ويحط ويغلي معاه الماء هي. هو لا احنا نغليو الماء وبعدها نحطوا العظمة في بلاصة أخرى ونصبوا فوقها الماء ونعملوا لها وقت معين معناتها مش نقول لك بالضبط ما فماش دقيقة والعظمة في الصيف ماهيش كما في العظمة في الشتاء الترويبه خاطر الدنيا سخونه هو بيدو ياخذ شويه سخانه العظم في الشتاء الدنيا بارده تسخن له اكثر ماء وتحطه اكثر يقعد شويه في المعون هذاك اللي روبته فيه هاو باش تزيدوا تشوفوا مره اخرى الصحن التونسي هذيك السلطه هذيك الهريسه هذاك الزيت هريسه عربي ولا هريسه هذيك احنا سبيسيال نسميو فيها هذه تبعتنا احنا هذه زاد كي تدورهم الكل حتى حد نسيدو هالسلطة الخضراء اللي هي بصل بصل وطماطم وطماطم ونعناع وخل نعناع وخل هاي توسي دبل عظم طب الأخ الخلطة بصحن توسي دبل عظم مش نسلو سمير الأصل الصحن التونسي وكسكروت الطن تاريخ سمير هو تاريخ قديم ياسر لكن أصله معناتها اليهود اللي جاءوا وعاشوا في تونس هما اللي خلاونا
هل الخدمة هل النوع متاع الماكلة هذه هما اليهود يهود تونس اللي كانوا معناتها كانوا مستوطنين هنا دونك انت الوالد تاخذ السنة على مش لا هو سرقها كما نقولوا احنا من عندهم هما اي ماهوش خضروا اصله ماهوش دخيل على المهنة هذه هو مش اذا انك ما عرفتوا القصة والاصل نتاع السنة التونسي القصه نتاع التونس بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف ما البيع بدي عامله ما تقولي